فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في نسخة لهذا الكتاب زيادة، وهي: ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. اي نعم، هذا هو اللي في المطبوعة. يقول: ما معنى مسجد بيتها؟ اللي تصلي فيه، المكان اللي تصلي فيه من بيتها، اللي مخصص من المكان، بعضهم تخصص مكان تصلي فيه، ما تعتكف فيها، لأن هذا ما يعد اعتكاف. نعم.